لما نتوب جايز احنا بس بنحب يعني نكرم ونسعد بوجود الاخ العزيز الاستاذ الدكتور طارق الباز معانا النهارده. فاحنا يعني هديه بسيطه كده هنقدمها للدكتور طارق تعبيرا معانا، بس ايه يعني ده ما تستاهلش حاجه خالص للقيمه العلميه الكبيره للدكتور طارق، وكون ان هو يتعب ويجي ويقعد معانا النهارده فاحنا بنشكره، واعتقد ان احنا كلنا جميعا يعني بنشكر الاستاذ الدكتور طارق الباز شكر جزيلا. طلع
محمد عبد الرحيم. الأستاذ الدكتور نبيل ميمون مش موجود. الأستاذ الدكتور منير حسين بهجة. Vamos.
بس انا عارف مين اللي جاي مين اللي زوغ فاللي زوغ ما ياخدش الكره صح هتاخد العرض اكيد هتطلع ايمن الشاعر ابراهيم اتفضل ابراهيم نحن اللي بنشكركم الحقيقه عشان التقديمه
وبكره تاني ان اللي هيسافروا بكره بورسعيد ان شاء الله.